شفت كيف بكي؟ خلاص خلاص بكي بكي خلاص. انتم شايفين الحبل مربوط بقوة. جرب شده بقوة. يا سلام. ها خلاص يا سلام. خلونا نشوف الآن كيف راح الحبل الثالث كمان مربوط بقوة. خلاص بكي. طيب اتوقع راح يسوي الان اتوقع راح يدخل الحبال في بعض بدون ما يفك العده ولا لا؟ يقدر؟ ما اتوقع. اذا سواها ابغى اسمع صوت صرختكم. اسمع صرخة دولة. سلام على الدرم ما شاء الله. تتوقعون بيدخل الحبال ذا؟ لا 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 انا ما اتوقع. يا سلام عليكم. ها حب الناس اللي مركزين معي.